تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. ألقى خطاب تنحي مبارك الشهير اللواء عمر سليمان، قضى 18 عاما على رأس جهاز المخابرات المصرية، ووصف بالرجل القوي في نظام مبارك. ولد عمر سليمان في 2 يوليو عام 1936 في محافظة قنا في صعيد مصر. تلقى تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة. انضم إلى القوات المسلحة عام 1954، وحصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وعلى الماجستير في العلوم العسكرية. وفي عمله في القوات المسلحة تدرج حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية. وفي يناير عام 1993 عين رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية. بالإضافة إلى هذا المنصب، تولى سليمان ملف القضية الفلسطينية الإسرائيلية والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وقام بمهام دبلوماسية في عدد من الدول منها السودان. وبعد أيام من اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، عينه الرئيس السابق حسني مبارك نائبا له. عقد سليمان لقاءات عدة مع شباب الثورة وقيادات من الإخوان أنذاك في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي من نظام مبارك. أنباء كانت قد ترددت أثناء الثورة أن سليمان تعرض لمحاولة اغتيال فور تعيينه نائبا لمبارك، واستمر في منصبه نائبا للرئيس حتى 11 فبراير، اليوم الذي ألقى فيه خطاب تنحي مبارك. اختفى سليمان عن المشهد السياسي، إلا أنه عاد للظهور في 6 إبريل الماضي ليعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، ما أثار غضب الثوار. إلا أن لجنة انتخابات الرئاسة استبعدته بعد فشله في جمع العدد المطلوب من التوكيلات في إحدى المحافظات، ليخرج سليمان من المشهد السياسي في مصر. إنجيل قاضي، العربية.